Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre 6, puissance de l'énergie électrique. On va faire un petit rappel. حكينا هذيك المرة أنه أنا عندي شيء اسمه بوسانس إلكتريك. قلنا البوسانس هو الجهد اللي بتعمله الأباري إلكتريك. وتعرفنا على الكاركترستيك تبعه اللي هو عنده سيمبول بي يونيتي وات أباري وات متر. وقلنا أنه في شيء تعابير لازم نتعود عليها اللي هي كاركترستيك نومينال لحي الله أباري، يعني الأشياء اللي بتكون مكتوبة على الأباري. وبالعادة الأشياء اللي بتكون مكتوبة هي عبارة عن تنسيون وعبارة عن بويسانس، بس أنا ما بسميهم تنسيون لحالة أو بويسانس لحالة، اتفقنا بنسميهم تنسيون نومينال لأنه مكتوبة على الأباري وبويسانس نومينال. وعطينا إكزامبل، مثلا هيدي اللمبة مكتوب عليها 220 فولت، هيدي اسمها تنسيون نومينال، و25 وات اسمها بويسانس نومينال. وحكينا انه عندي شيء اسمه الفورمول تاعت البويسانس الكتريك، بضرب التنسيون بالانتنسيتي بحصل على البويسانس، وفيني استعمل هيدا التريانجل كرمال اذا بدي طلع التنسيون مع البويسانس والاي، او اذا بدي طلع الاي مع البويسانس والاو. وهون اكتشفنا اكتشاف انا وياكم انه نحن بالعاده بنطلع التنسيون من خلال لوا داتيتيفيتي دي تنسيون، او لوا دوم اللي اخذناه بهداك الشابيتر يو ايغال ار فوا اي. واليوم اكتشفنا قاعده جديده هي بي سور اي، يعني هي من خلال لو بويسانس. ونفس الشيء الاي الاي فيني طلعها كمان من اللوا داتيتيفيتي، وفيني طلعها من اللوا دوم. وصار فيني هلا عن جديد طلعها من خلال البويسانس اللي هي بتساوي بي سور او. هيدا كل الحالات اللي بقدر انا اطلع منها الاو او الاي. طيب، وحكينا كمان انه انا عندي شيء اسمه انرجي الكتريك، هي الطاقه. مجرد ما انا عملت جهد اجباري بهالجهد هيدا اني انا اصرف طاقه، مجرد ما صرفت طاقه يعني عندي شيء اسمه انرجي كونسومي. انرجي كونسومي، الانرجي تعتمد على البويسانس وبتعتمد على الطاقه. كل ما طولت انا بصرف الانرجي، كل ما طولت ببذل الجهد، كل ما انا صرفت انرجي اكتر. يعني E ايجال P فوا T، E ايجال P فوا T. طيب، اليوم بدي اتعرف انا وياكم على الانيتيات. في انيتيات كتير مهمين حيمرقوا معنا بالنسبة للبويسانس وللانرجي. طلعوا هون على جنب، نحن بنعرف انه البويسانس الانرجي لها هي اليونيتي لها هي وات، والانرجي هي جول. ونحن حكينا امبارح انه الانرجي هي جول اليونيتي لها، او بسميها وات فوا سيكوند. ليش؟ لانه هي بي فوا تي، البي بالوات والتي بالسيكوند. اوكي، فاذا الان جول هي ذاتها الان وات سيكوند، جول هي ذاتها الوات سيكوند، هيدي نحن بنعرفها. طيب، فرضا انا قررت بدي احول لواتر. شو يعني واتر؟ يعني انا بدي احول الوات هي ذات وات، مظبوطة. اما الار معيها انا سيكوند، كيف بحول من السيكوند للار؟ هيدي القاعدة كمان حكينا عنها قبل، هلا حذكركم فيها. عندكم ار مينوت سيكوند، من الار للمينوت بضرب بستين، ومن المينوت لسيكوند بضرب بستين، وبالقلب بقسم على ستين. هون نفس الشيء بقسم على ستين. طيب، إذا هون ستين وهون ستين، ستين ضرب ستين 3600. فإذا من الار لسيكوند ضرب 3600، فيكن تعملوها على الكالكولاتريس، وبالقلب قسمة 3600. نحنا بنعرف انه الثانية الساعة هي 3600 ثانية. طيب، انا بدي احول، عندي ان كانت بالوات سيكوند، بدي احولها لشو؟ للوات ار، او بالقلب الوات هي ذات الوات، ما لعبت فيها. سيكوند للار شو بعمل؟ من السيكوند للار طلعوا فيها، من السيكوند للار ديفيزي بار 3600.
او عندي ان وات اور بدي احولها لوات سيكوند. الوات هي ذات الوات ما بلعب فيها، من الاور للسيكوند فوا 3600، يعني صار عندي ان فوا 3600 ليكيه. فاذا انا بدي احول من الوات اور للوات سيكوند. الوات ما بلعب فيها، دغري بتذكر انه انا معي من الاور للسيكوند بضرب ب 3600. هيك بكون حولت، هيدا حويلة بسيطة. اوكي، فاذا عندي وات سيكوند، صرت اعرف اذا مثلا عندي واتر كيف حول لوات سيكوند. غيره، من الكيلو واتر للوات سيكوند. شغلات كتير بسيطة، مجرد ما حفظتوا كيف يجوا خلاص ما بقى تغلطوا فيهم ابدا. يلا تعالوا نشوف شو بدنا نعمل فيها. هيك كيلو وات اور بدي احولها للوات سيكوند. تعالوا نشوف هيدا الرقم هو شو. كيلو وات اور. تعالوا انا وياكم لنحولها قبل ما نحولها للوات سيكوند، تعالوا نمشي مراحل. نحنا بنعرف من الواتر للوات سيكوند هي ضرب 3600، صح؟ انا ما حامشي بهيدا الترتيب، حامشي بترتيب خاص فيني انا. من الكيلو واتر بدي احولها للوات سيكوند، يعني ها وها وعندي ها، هالشقفة لحالها زدتها هلا. طب انا شو بعرف؟ بعرف حول بين هيدي وبين هيدي، ما هلا تعرفنا عليها، بين الواتر والوات سيكوند. من الواتر للوات سيكوند قديش؟ بضرب ب 3600. هيدي خلصت منها هالشقفة. فإذا أنا بعرف حول بين الواتر والوات سيكوند اللي هي فوا 3600 اللي حكينا عنها. خلصنا من هالشقفة. فضل عندي هيدي الشقفة الكيلو. طب أنا صار عندي كيلو واتر، أنا بعرف كيلو متر، هكتو متر، ديكا متر، مثلا متر. من المتر، من الكيلومتر للمتر، واحد اثنان ثلاثة فوا ميل، صح؟ 3 فشخات، يعني عندي 3 صفورة، وعلى اليمين يعني فوا. فأنا هلأ كمان اكتشفت إنه إذا بدي أحول من الواتر للوات سيكوند خلصنا منها. طب من الكيلو واتر، يعني مثل الكيلومتر هون، كيلو واتر للواتر، شو بعمل فيها؟ بضربها بميل من هون لهون، لما بعرف لحي لما حال بدي اخدها فوا ميل. فاذا بكل بساطة انا اذا قررت حول من 1 كيلو واتر للوات سيكوند عندي مرحلتين. اول مرحلة بدي حول من الواتر للوات سيكوند، او بدي حول من الكيلو واتر للواتر ضرب الف، برجع بحول للوات سيكوند. حفسركن ياها بطريقة أسهل بتساعدكن تحفظوها، طلعوا فيها كيف. أنا معي 1 كيلو واتر، سكتة بدي أحولها للوات أر، ما بدي شي كيلو، بدي شيلها من طريقي. طب من الكيلو واتر للوات أر مثل كيلو متر للمتر فوا ميل. أوكي، خلصنا من هالشقفة. من الكيلوواتر للواتر ضرب ألف مثل كيلومتر للمتر. رجعت الواتر هيدي بدي حولها للوات سيكوند، كتير هينة هلا حكينا عنها. من الأور للسيكوند هي فوا 3600، خلصت. شفتوا كيف حولتها قسمتها لمراحل؟ فصار عندي فوا ميل وفوا تروا ميل سيسان. بهالطريقة بكون حولت من الكيلوواتر لشو؟ للوات سيكوند. ما فيني دغري نط واحدة، ما بعرف، بدي اقسمها لمراحل. بحول من الكيلو واتر للواتر فواميل، برجع بحول من الواتر للوات سيكوند فواتر واميل سيسان. صار عندي ان فواتر واميل سيسان فواميل، بيطلع عندي هيدا الرقم بكل بساطة. وبنرجع بنذكر الوات سيكوند هي ذاتها مين؟ هي ذاتها الجول. فرضا اجا الفلسفة عليكم قالكم حولوا لي من الكيلو واتر للجول، يعني قصده من الكيلو واتر للوات سيكوند، نفس الشيء، هدول مثل بعض، كونفوندي على بعض. هيدي هي التحويلة، اصعب تحويلة ممكن تيجي. نمسك الكيلو واتر بنحولها لواتر بنضربها بألف، نرجع نمسك الواتر بنحولها لوات سيكوند بنضربها ب 3600.
مثلا عندكم 36 كيلو واتر. تعالوا ناخد اكزامبل صغير، بدي اياكم تحولوا لي لوات سكوند. يلا تعالوا نحولها انا وياكم. معي كيلو واتر للوات سكوند ضعت، فبمسك الكيلو واتر بحولها لواتر، من الكيلو واتر للواتر فوا ميل. برجع بمسك الواتر بحولها لوات سكوند، يعني فوا 3600. فإذا شو صار عندي هون؟ صار عندي 36، أول ضرب شو ضربته؟ فوا ميل. رجع تاني ضرب شو ضربته؟ فوا 3600. بتعملوها على الكالكولاتريس بيطلع معكم الرقم. هيدي هي قصة التحويلات. خلصنا من التحويلات، اليوم بدنا نتعرف على الخسارة اللي بتصير عندي بالكهرباء. انرجي ديسيبي، خسارة، أنا بصير عندي خسارة كهرباء بدون ما أحس فيها. بار اف جول هيدا عبارة عن فينومين، هلا حنحكي عنه. قبل ما أفسر شو يعني انرجي ديسيبي، أنا بعرف لما بتيجي الكهرباء على البيت لور دو لا باساج دو كوران إلكتريك بصير عندي ديجاجمون دو لا شالور. شو يعني؟ أنا جبت تلفزيون حطيته بالكهرباء وشغلته، بعد ما بشغله فترة بلاقي التلفزيون من ورا حمي، يعني طلع عندي شالور حماوي، شالور حماوي أو حرارة، طلع عندي ديجاجمون يعني طلع عندي حرارة. مزبوط، ما بتلاقوا التلفزيون بيحمى أو البراد من ورا بتدوسوه بتلاقوه حامي. طيب هالديجاجمون هيدي، مجرد ما شفت هالديجاجمون طلع عندي حرارة، هالفينومين هيدا، هالعملية اسمها إفجول. هيدا فينومين، ما تسألوني من وين جبته، هيدا الشخص اللي اخترعه اسمه جول، اسمه اف جول. فإذا عملية الديجاجمون دو لا شالور شو هي؟ هي اسمها اف جول. مجرد ما شفت التلفزيون حامي صرت اقول يي عندي ديجاجمون دو لا شالور، عندي حرارة عم تطلع، يعني عندي اف جول. اوكي، طيب هالشالور هيدي يا اما بستفيد منها اوتيل، بستفيد منها، هيدا الحديث حكينا عنه بالكوندكتور اوميك اذا بتتذكروا، يوتيل بستفيد منها يعني فعالة. مثل مين؟ تعالوا تنشوف. اذا البراد حمي من ورا بسخن عليه مي، لا ما بستفيد منها هيدي. طب بستفيد منها مثل شو؟ مثل سخان المي، شوفوا الازون يعني. اوكي، لما بيحمى الازون ما بتيجي الكهرباء عليه، بيحمى بيطل بصير عنده حرارة، هالحرارة تبعته يوتيل عندي انا بستفيد منها، او يونيتيل ما بستفيد منها يعني بيردو، خسارة، هيدي بدون فائدة، بدون فائدة. شو يعني بدون فائدة؟ يعني هيدي خسارة. اوكي، بخسارة ما بستفيد منها. مثل شو؟ مثل شو؟ مثل التلفزيون من ورا وقت قلت لكم بيحمى، شو بنعمل فيه؟ ما بنستفيد من هالحماوة، ما بنستفيد من الشالور تبعته، حرارة حماوة ما بنستفيد منها، ما بنسخن عليها مي، ما بنتدفى عليها للتلفزيون من ورا اذا حمي. نفس الشيء اللامب اذا بتحمى كمان ما بستفيد من هالحرارة تبعتها، ما بستفيد من الشالور. نفس الشيء البراد لما بيحمى من ورا ما بستفيد من هالحرارة، ما بستفيد من الشالور، ما بسخن عليها مي، ما بتدفى عليها. فاذا هيدي الحرارة، فاذا الحرارة شالور يعني حرارة مثل ما اتفقنا، تتقسم قسمين، يا بستفيد منها يا ما بستفيد منها. بستفيد منها مثل العظام، مثل المكوية، مثل السيشوار، او ما بستفيد منها مثل اللنب، مثل الريفريجيراتور، مثل التلفزيون لما بيحمو ما بستفيد من حماوتهم. فاذا اليوم نحن لازم نحفظ فكرة، اول شيء مجرد ما مرق عندي كهرباء في حرارة بدها تطلع، هالحرارة يا يوتيل بستفيد منها يا ما بستفيد منها يوتيل. طيب هالشالور يوتيل هيدي حكينا عنها بشابيترو الكوندكتور اوميك، يا ترى متذكرين؟ متذكرين مين اللي بيخلي هالحرارة تطلع؟ مين بيخلي هالشالور تطلع؟ ايه متذكرين، هو كوندكتور اوميك. تذكرنا كوندكتور اوميك هو سبب الحماوة، لو البراد ما في كوندكتور اوميك ما كان حمي، لو التلفزيون ما في كوندكتور اوميك ما كان حمي. فاذا مزبوط انا عندي حرارة عم تطلع، بس انا لحالي بتذكر من شابيتر الكوندكتور اوميك انه هالحرارة سببها مين؟ الكوندكتور اوميك. هالكوندكتور اوميك هو مسؤول، ريسبونسابل، مسؤول عن الشالور. فاذا هو ريسبونسابل على ديجاجمون دو لا شالور، هالحرارة اللي بتطلع وما بيستفيد منها. شو اسمه الفينومين؟ اسمه اف جول. فاذا في ثلاث كلمات لازم تعرفوهم، لازم تعرفوا مجرد ما عندي كوندكتور اوميك عندي شالور بيردو، الفينومين تبع الشالور الحرارة لما بتطلع اسمه اف جول، اف جول. هدول ثلاث كلمات لازم تفهموهم من هيدي الصفحة.
عندي كوندكتور اوميك، يعني عندي حرارة عم بخسرها. هالحرارة اللي عم بخسرها هي بتكون اسم الفينومين تبعها، العملية تبعتها اسمها اف جول. فإذا اليوم تعرفنا على الشالور بيرديو، تعرفنا على الاف جول، وتعرفنا على الاونيتيات كيف نحول بيناتهم. نكتفي اليوم بهذا القدر، والمرة الجاي بنكفي إذا الله راد. ميرسي بوكو.